الطلب على الاتصالات زاد اكيد جدا زاد، والى درجه ان الحكومه تفكر ان اليوم يعني قبل يمكن قبل كم شهر يمكن الافرج عندنا في البيت 10 ميج، اليوم قاعدين نتكلم عن 50 و100 ميج، لان صار يعني طبعا اكثر استخدامك شغل من البيت، دراسه من البيت، فكل شيء من البيت. زين، فحين معناته عندك ديتا اكثر، مثل ما قال الدكتور جازم ديتا اكثر حين صارت على الانترنت، معناته الحمايه تبي اكثر، معناته عندك موظفينك يحتاجون الى تريننج اكثر واويرنس اكثر حق السايبر سيكيورتي، واللي ممكن انه في اي وقت انه طبعا شوف احنا قاعدين نشوف يعني قبل وينك من وقت لوقت بعيد تسمع عن احتيال، اليوم كل يوم وترك نازل لك الا بنفيت اللي حدث بياناتك كل يوم هذه، فصار يعني هاي. طبعا احنا بالنسبه الى حمايه الخدمات اللي نعطيها، احنا نقدم خدمات مثل اكثر شيء الكلاود، طبعا الاي صار الاي بي عندك البداله مالتك في الكلاود،